مساء الخير، انا ضيفه النهارده معاكم في برنامج نفسنا. بحب جدا فكره البرنامج ان هو اربع بنات، بحب انه برنامج نسائي وبرنامج تقريبا يمكن اكتر برنامج نسائي متشاف ومتشاف كويس جدا، ليه جمهور كبير. وانا بحب فكره الحوار ما بينهم والنفسنا على بعض وكده، يعني البرنامج بيكون مسلي جدا لما بتفرج عليه. يعني نفسيين في حياتي كتير قوي يعني من لا يعدوا، بس انا عامه كشخصيه انا مش من نفسنا، بس طبعا يعني ما فيش حد بيقول كده على نفسه. بس النهارده قررت ان انا انفسن، لان برنامج نفسنا فما ينفعش اجي وما نفسنش. شفت راجل بينفسن على راجل؟ على فكره عادي، على فكره جسمه احلى منه، شكله احلى منه، جان كده يعني. فالنفسنا موجوده في الستات وفي الرجال على فكره. انا بحبهم كلهم، يعني انا بتفرج على البرنامج وبحبهم كلهم، بحس ان هم لطاف جدا. فانا مش قلقانه منهم، بالعكس انا داخله وحاسه ان الحلقه هتبقى حلوه قوي، وفي نفس الوقت هنفسن بس نفسنا كوميديه. يعني جاهزه لنفسنا.